يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجه قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمه فاطمه ما دام ليل او نهار وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره حلقات عنوانها يا امام هل من خبر ام ان الانتظار يطول الحلقه الثانيه والتسعون بعد المئتين يا امام شوقي, شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا الى حيث يغادرون والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون وستبقى محطات, محطات الطريق فارغه, فارغة. سألتحف الفراغ وغربة, وغربه الايام هل تضحك ايامي واشوفنك هل تضحك ايامي واشوفنك لو, لو حزن اسود, أسود. يظل طول الطريق, الطريق. الدرب موحش, موحش يا إمام يا مو حش يا, يا إمام الدرب موحش يا, يا إمام لا, لا صديج ولا رفيق سأبقى أودع سعب... المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي إلى متى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي يا إمام عزيز علي عزيز علي أن أجاب دونك وأنا عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه الْعَوِيلَ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل اليك يا ابن احمد سبيل فتلقى هذا هو الجزء الثامن والثلاثون من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضيه المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. في الحلقة السابقة بدأت حديثا عن علامة ذكرت بشكل واضح في أحاديث العترة الطاهرة ترتبط بمسجد الكوفه بالمسجد الاعظم في مدينه الكوفه هدم خراب في حائط مسجد الكوفه لازال الحديث متواصلا بخصوص هذه العلامه المهمه قد لا تكون مهمه اذا اردنا ان نقايسها بالعلامات الكونيه التي ستكون علامات لكل البشر لكننا اذا نظرنا الى الجهات التي اشرت اليها في الحلقه الماضيه التي بسببها كان الاهتمام بهذه العلامه فانها ستكون مهمه جدا. لا اريد ان اعيد الكلام المتقدم كي انتفع من وقت الحلقه. تسلسل الحديث في الحلقه الماضيه الى ان وصلت الى ذكر بعض الوقائع المهمه التي ذكرت في الاحاديث والروايات ستكون في زمان قريب من ظهور امام زماننا وكل تلك الاحداث ستقع في الكوفه وبالقرب من مسجدها الاعظم قرات عليكم روايه نقلها نعيم بن حماد بسنده عن جابر الجعفي عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في كتابه الفتن ونعيم هذا توفي سنه 229 للهجره حدثتكم عن كتابه وعن موقف المخالفين منه واشرت الى ان الاحاديث التي نقلها عن العتره الطاهره تعرضت لتحريف الخلل واضح فيها هذا الكلام كله تقدم في الحلقه الماضيه اردت ان اقرا روايه ثانيه من كتاب ابن حماد هذا من كتابه الفتن لكن الوقت لم يسعفني فاجلتها الى هذه الحلقه هذا هو كتاب الفتن لابن حماد الطبعه نفسها التي اشرت اليها في الحلقه الماضيه صفحه مئة وثلاثة وسبعين رقم الحديث ثمانمائة 800, 800 بسنده عن جابر عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه إذا اختلفت كلمتهم الرواية بدأت مبتورة إذا اختلفت كلمتهم إذا اختلفت كلمتهم إذا اختلفت كلمة بني العباس لأن الأحداث التي تاتي في الروايه ترتبط بالزمان الذي يختلف فيه العباسيون في بغداد في العراق وهذا المضمون واضح في احاديثنا ورواياتنا في كتبنا القديمه الاصليه اذا اختلفت كلمته كلمة العباسيين والحديث عن العباسيين في أخر الزمان وطلع القرن ذو الشفاء وفي النسخ الصحيحة من كتبهم من كتب المخالفين وطلع القرن ذو الشفاء وليس ذو الشفاء وطلع القرن ذو الشفاه القرن ذو الشفاه يراد منه النجم المذنب الذي سيظهر في السماء في الزمان القريب من وقت ظهور امام زماننا لماذا اطلق عليه هذا العنوان القرن ذو الشفاه اطلق عليه هذا العنوان لان راس المذنب يبدو وكانه قرن واما ما وصف بانه ذو الشفاه ذو الشفاه الشفاه جمع لشفه هكذا جاء في وصف هذا المذنب في كتبهم في كتب المخالفين من ان ذنبيه الخلفيين اذا ما نظر اليهما حينما يقتربان من بعضهما فكانهما شفتان كشفتي الانسان من هنا وصف بهذا الوصف من انه القرن ذو الشفاه ليس مهما هذه التفاصيل ليس مهمه هذه التفاصيل انه النجم المذنب الذي هو علامه من العلامات الكونيه القريبه من يوم الظهور الشريف إذا اختلفت كلمته كلمة العباسيين وطلع القرن ذو الشفاء كما جاء مطبوعا هنا ذو الشفاء لم يلبث إلا يسيرا حتى يظهر الأبقع بمصر الأبقع هل هو الابقع في وجهه وهي صفه تقال للابرص للمصاب بهذا المرض الجلدي ام انه قد اصيب بمرض اخر ادى الى تبقيع وجهه تبقيع بدنه ام انه الابقع من جهه ملابسه العسكريه فان الملابس العسكريه في زماننا خصوصا التي تلبسها القوات الخاصه هذه الملابس المرقطه ملابس القوات الخاصه او ملابس القوات الصاعقه قوات صاعقه يلبسون ملابسا عسكريه مرقطه مبقعه هذا الوصف وصف الملابس المبقعه ينطبق انطباقا كاملا على ملابس الجيش الامريكي انا لا اقول ان الروايه تتحدث عن الامريكان لكنني اقرب الفكره لكم ملابس الجيش الامريكي انها الملابس المبقعه هذا المعنى ينطبق عليها بشكل واضح جدا لا اقصد ان الابقع هنا عنوان للامريكان ابدا انما جئت بهذا مثالا توضيحيا لمعنى الابقع ام ان الابقع هو لون لرايته ام انه فعلا له لقب يلقب به اكان علنيا ام كان سريا لم يلبث الا يسيرا حتى يظهر الابقع بمصر هناك رايات في الشام رايه الابقع ورايه الابرص ذكرت في بعض الاحاديث ورايه الاصهب وقد يكون الابرص هو الابقع وقد يكون الابرص هو الاصهب هناك رايات عديده اذا اختلفت كلمتهم كلمه العباسيين في بغداد وطلع القرن ذو الشفاء النجم المذنب بعد طلوع النجم المذنب هذا النجم المذنب سيظهر في السماء قبل رجب العلامات كما يبدو من الاحاديث قبل رجب العلامات وربما ظهر بعد ذلك ولكن كما يبدو من الاحاديث فإن النجم المذنب الذي تتحدث عنه الروايات والذي يكون مميزا يختلف عن المذنبات التي رآها الناس سابقا لأنه سيكون كبيرا وواضحا جدا وبمرأى من جميع الناس بإمكان جميع الناس أن ينظروا إليه وهو يتحرك في الفضاء إذا اختلفت كلمتهم وطلع القرن ذو الشفاء النجم المذنب لم يلبثوا الا يسيرا حتى يظهر الابقع بمصر يقتلون الناس هذه الرايات المختلفة في الشام يقتلون الناس حتى يبلغوا ارم ارم عنوان قديم لمدينه دمشق يقتلون الناس حتى يبلغوا ارم انها دمشق مثلما تسمى بغداد الزوراء من الاسماء القديمه لبغداد فتسمى الزوراء وقد تسمى ايضا المزوره هذه من اسماء بغداد فبغداد يقال لها بغداد ويقال لها بغداد ويقال لها بغدان ويقال لها المدوّرة ويقال لها السلام ويقال لها الزوراء ويقال لها المزوّرة لها من الأسماء الكثير دمشق كذلك لها العديد من الأسماء فيقال لها دمشق ويقال لها إيران ويقال لها جلاق ويقال ويقال إذا اختلفت كلمتهم ربما يراد من اختلاف الكلمة هنا اختلاف كلمة أهل الشام وإن كان السياق يساعد على المعنى الأول إذا اختلفت كلمتهم وطلع القرن ذو الشفاء لم يلبثوا الا يسيرا حتى يظهر الابقع بمصر يقتلون الناس حتى يبلغوا ارم يبلغوا دمشق ثم يثور المشوه عليه يثور المشوه عليه يثور على الابقع وعلى الرايات التي معه المشوه في رواياتنا وصف للسفياني لان السفيانيه هناك تشويه في وجهه وهناك قسوه في نظراته بحسب الروايات فان الناظر اليه تصيبه الوحشه هذه الوحشه تاتي من خلال نظرات عيونه بالدرجه الاولى ومن خلال شيء من التشويه في وجهه فهناك أثر الجدري واضح في عارضيه في وجهه ولكن في الرواية هنا وفي روايات أخرى في هذا الكتاب وغيره المشوه شخصية أخرى ثم يثور المشوه عليه وربما هو الابرص الذي جاء ذكره في بعض الاحاديث لا اريد ان اقف عند كل كلمه بشكل تنقيري الى ابعد الحدود انا اريد ان اصل الى غايتي التي ترتبط بالكوفه ومسجد الكوفه لأن الحديث كان في سياق مجموعة أحداث ستقع في زمان قريب من زمان ظهور إمامنا صلوات الله عليه هذه الأحداث تقع في الكوفة وفي أجواء مسجدها الأعظم ثم يثور المشوه عليه فتكون بينهما ملحمه عظيمه اين هذا في الشام ثم يظهر السفياني الملعون ثم يظهر السفياني الملعون فيظفر بهما ثم يظهر السفياني الملعون فيظفر بهما جميعا بالأبقع وبالمشوه الذي هو الأصهب أو الذي هو الأبرص وربما الأبرص هو الأصهب ثم يظهر السفياني الملعون فيظفر بهما جميعا ويرفع قبل ذلك قبل هذه الأحداث في الشام إنها فتنة الشام المستديمة لكن قبل أن تصل الفتنة الشامية إلى أعلاها ويرفع قبل ذلك بحسب المطبوع اثنتي عشرة راية بالكوفة معروفة يفترض ويرفع قبل ذلك اثنتا عشرة راية بالكوفة معروفة وليس اثنتي عشرة راية على أي حال ويرفع قبل ذلك اثنتي عشرة راية بالكوفة معروفة في الرواية التي قرأتها في يوم أمس جاءت هذه الرايات موصوفة من أنها معروفة منسوبة ويرفع قبل ذلك قبل ظهور السفياني اثنتا عشرة راية بالكوفة معروفة ويقتل بالكوفة قبل ظهور السفياني وبعد ارتفاع هذه الرايات، هذه الرايات تكون موجوده ظاهره واضحه مثل ما قلت لكم فان الروايه تتحدث عن العباسيين اذا اختلفت كلمتهم اختلفت كلمه العباسيين وطلع القرن ذو الشفاه الى ان وصلنا و قبل ذلك اثنتا عشرة راية بالكوفة معروفة ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسين يدعو إلى أبيه ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسين يدعو إلى أبيه هو جزء من هذه الرايات هذه رايات ضالة مختلفة هذه رايات ضالة مثلما وصفها إمامنا الصادق في الرواية التي قرأتها عليكم من الجزء الأول من الكاف الشريف التي حدثنا بها المفضل بن عمر الامام صلوات الله عليه امامنا الصادق وصفها بانها رايات مشتبهه لا يدرى اي من اي هذه هي هي الفتره الزمانيه نفسها الوقائع متقاربه علينا ان ناخذ الاحاديث كلها في لوحه واحده وان نرسم خارطه مفصله للاحداث من خلال كل الروايات لا ان نقف على روايه او ان نقف على نقطه في روايه واحده فهذا ضياع للحقيقه وهذا خراب للصوره الكامله الواضحه ويقتل بالكوفه رجل من ولد الحسين يدعو الى ابيه هؤلاء هم الدجاجله حذرتنا كلماتهم الشريفه من الدجالين من ولد فاطمه والدجالون هؤلاء هم اصحاب هذه الرايات هم مراجع النجف وكربلاء من الهاشميين ومن الشيعه مرت علينا الروايات والاحاديث بهذا الشأن وبهذا الخصوص فهذا الرجل من ولد الحسين الذي هو داعية الى ابيه اما ان اباه من المراجع الاحياء فهو يدعو الى ابيه وكل مرجع يدعو الى نفسه وهذا هو الذي نعرفه عن مراجع الشيعه الذين يتهارشون على المرجعيه تهارش الكلاب على الجيف هذا هو الذي نعرفه عن ماضيهم وعن حاضرهم وهكذا سيكون الامر في مستقبلهم لن تتغير الامور كما يبدو فهذا التهارش سيبقى موجودا فهذا الرجل الذي من ولد الحسين اما ان يكون ابوه مرجعا من المراجع في النجف وهو يدعو اليه واما ان يكون ابوه مرجعا من مراجع النجف وكربلاء قد مات قد انتقل من هذه الحياه قد توفي وهو يدعو الى منهجه وهو يدعو إلى الالتزام بسيرته فهو يبني قيادته يبني زعامته يبني شخصيته من جهة الامتداد ومن جهة الانتساب ومن جهة الالتصاق بأبيه ومنهجه هذه احتمالات نحن لا نعلم الغيب ولا نعلم الحقيقه الكامله وانا لا احلل لكم تحليلا سياسيا ولا اقيم لكم الامور تقييما اجتماعيا هذه نصوص في الكتب انا اقراها عليكم وابين لكم مضامينها وفقا لسياقها ووفقا لاداب العربية ووفقا لسائر النصوص الاخرى التي تلتقي معها في رسم لوحة وصورة متكاملة. هذه امثلة من الحوادث والوقائع التي ستقع في الكوفة ولها ارتباط من قريب من بعيد بمسجد الكوفه الاعظم كل ذلك يقع في زمان قريب من يوم ظهور الحجه ابن الحسن تلاحظون ان الكوفه على مساس بالمشروع المهدوي العظيم لماذا؟ لانها هي العاصمه وتلاحظون ان مسجد الكوفه الاعظم له مساس بالمشروع المهدوي العظيم لماذا لان مسجد الكوفه هو مفرده مهمه من مفردات المنظومه العقائديه الكوفيه وتلاحظون أن أهل الكوفة أن أهل الكوفة حينما نتحدث عن الكوفة إننا نتحدث عن النجف أن أهل الكوفة أن أهل النجف والحديث عن زعماء الشيعة عن مراجع الشيعة هم الآخرون لهم مساس بالمشروع المهدوي العظيم لكن مساسهم مساس سلبي هؤلاء ينفذون البرنامج الابليسيه في حربه للمشروع المهدوي وهذه الحرب بدات منذ ان تاسست حوزة الطوسي في النجف منذ ذلك الوقت بدأت الحرب مفتوحة بين المشروع الإبليسي الذي يمثله مراجع حوزة الطوسي، وبين المشروع المهدوي الذي يمثله إمامنا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل عن الهيثم, الهيثم بن واقد عن مقرن قال سمعت أبا, ابا عبد الله, عبد الله امامنا, إمامنا الصادق صلوات الله, صلوات الله عليه, عليه يقول, يقول جاء, جاء ابن الكوائي, الكوائي الى امير المؤمنين صلوات الله وسلامه, صلوات الله وسلامه عليه, عليه فقال يا امير المؤمنين وعلى, وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا, كلاً بسيماهم فقال, فقال نحن, نحن على, الأعراف على الاعراف نعرف انصارنا, أنصارنا بسيماهم ونحن الاعراف, الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل, عز وجل الا بسبيل معرفتنا ونحن الاعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامه على الصراط فلا يدخل الجنه الا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار الا من انكرنا وانكرناه ان الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا ابوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه فمن عدل عن ولايتنا او فضل علينا غيرنا فانهم عن الصراط لناكبون فلا سواء من اعتصم, يعني اعتصم الناس, الناس به ولا, ولا سواه حيث ذهب الناس, الناس الى عيون كدره يفرغ بعضها في بعض, في بعض وذهب من ذهب الينا الى عيون صافيه تجري بأمر ربها, ربها لا نفاد لها ولا انقطاع ما تقدم من بيانات في الحلقه الماضيه وفيما مر من وقت هذه الحلقه بمثابه مقدمه كي اصل الى الروايه نفسها التي تتحدث عن هذه العلامه ساقرا النص عليكم من غيبه النعماني وقد قراته عليكم في بدايه حلقه يوم امس الطبعة التي أشرت إليها في الحلقة الماضية في الصفحة الخامسة والثمانين بعد المئتين إنه الحديث السابع والخمسون بسنده بسند النعماني عن خالد القلانسي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان انما يزول ملك بني فلان على يد الخراساني والسفياني فإذا ما أدركنا هذا الوقت فإننا قد أصبحنا قريبين من يوم ظهور الحجة ابن الحسن إذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان ملك بني العباس اما ان هادمه لا يبني ساقف على الروايه هذه كي ادقق ولو بنحو اجمالي في مفرداتها وتفاصيلها قلت لكم ما تقدم من حديث في الحلقه السابقه وما مر من حديث في هذه الحلقه بمثابه مقدمه كي نكون على علم بأجواء الكوفة وبأجواء مسجدها في الزمن القريب من يوم ظهور الحجة ابن الحسن سأعود الآن إلى الرواية وتفاصيلها الإمام الصادق هكذا قال إذا هدم حائط مسجد الكوفه حائط المسجد معروف هذا البناء الذي يسيج المسجد وهو حائط مرتفع وعريض سميك وبناؤه في جذوره وأساساته بناء قديم فحائط مسجد الكوفة معروف لدي ولديكم هذا هو البناء الذي يسيّج المسجد هذا هو حائط مسجد الكوفة الإمام قال الإمام قال إذا هدم حائط مسجد الكوفة ما المراد من الهدم؟ الهدم في اللغة على مستويين المستوى الأول هو ازاله البناء بشكل كامل هو نقض البناء بشكل كامل الحديث عن هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره ليس هدما لكل حائط المسجد وانما هو هدم لجهة من الحائط لجانب من الحائط لجزء من الحائط لو كان الهدم لكل حائط مسجد الكوفة لقال الإمام من أن مسجد الكوفة سيهدم الامام لم يتحدث عن هدم لمسجد الكوفه وانما تحدث عن هدم في حائط مسجد الكوفه من جهه من جهاته من مؤخره فهل هذا سيكون نقضا للبناء بشكل كامل بحسب المعنى الاول للهدم ام ان المراد المعنى الثاني المعنى الثاني ان يحدث تخريب ان يخرب ان يحدث تخريب في بناء الحائط فالهدم في اللغة له معنيان المعنى الأول نقض البناء إزالة البناء لا يبقى بناء يذكر والمعنى الثاني تخريب للبناء قد يكون تخريبا كبيرا جدا وقد يكون دون ذلك قطعا التخريب الجزئي لا يقال له هدم التخريب الجزئي قد يقال له ثل مثلا وهناك تعابير اخرى التخريب الجزئي لا يقال له هدم الهدم المستوى الاول ازاله البناء ولذا حينما يعرفون الهدم في اللغه يقولون الهدم نقض البناء نقض البناء ازالته هذا المستوى الاول المستوى الثاني من مستويات الهدم التخريب في البناء التخريب في البناء ولا بد ان يكون تخريبا كبيرا تخريبا واضحا او دون ذلك بقليل لا ان يكون تخريبا جزئيا التخريب الجزئي لا يقال له هدم يمكن ان يوصف باي وصف اخر ساذهب بكم الى القران نحن نتحدث عن اسرار العربيه فاين نجدها نجدها في قراننا وفي حديث العتره الطاهره هذه الماده ماده الهدم ذكرت مره واحده في الكتاب الكريم في سورة الحج في الآية الأربعين بعد البسملة وفي سياق هو هو السياق الذي نتحدث عنه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها يذكر فيها اسم الله كثيرا الى اخر الايه الكريمه الذي نحتاجه هو الذي قراته عليكم من الايه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هذه سنه التدافع لا اريد الحديث عنها لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الصيغه جاءت هنا مبنيه للمجهول الروايه ايضا اذا هدم حائط مسجد الكوفه جاء الفعل مبنيا للمجهول السياق هو السياق لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد هذه بنايات لاماكن هذه بنايات تبنى لاجل العباده صوامع بيع صلوات ومساجد لا اريد ايضا ان ادخل في التفاصيل المعنويه واللغويه لهذه الكلمات هذه بنايات تبنى لاجل العباده والحديث عن تهديمها لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ما المراد من تهديمها هنا هل الحديث عن تهديمها بما هو تهديم قطعا لا الحديث عن تهديمها الذي يؤدي الى عدم الانتفاع منها في العباده وذكر الله. والحاله هذه لها صورتان، الصوره الاولى ان تنقض هذه الابنيه نقضا تاما انها ازاله للبناء او انها تخرب تخريبا كبيرا بحيث لا تعود نافعه للغرض الذي اسست لاجله فالتهديم يشمل المعنيين وهذا هو الذي حدثتكم عنه قبل قليل من ان الهدم في اللغه على مستويين المستوى الاول الازاله والمستوى الثاني التخريب الكبير او ما يكون قريبا من التخريب الكبير الايه هنا تحدثت عن هذا المضمون لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ماذا يجري في هذه المساجد التي ستهدم وفي دور العباده يذكر فيها اسم الله كثيرا اذا احتمالات الهدم هي التاليه الاحتمال الاول ان الهدم بمعنى الازاله بشكل كامل وحينئذ لا يذكر الله فيها لا كثيرا ولا قليلا او انها تخرب تخريبا واضحا بحيث لا يذكر فيها سبحانه وتعالى كثيرا ربما يذكر قليلا هذا اذا اخذنا كثيرا كقيد في الكلام ويبدو انه كذلك يعني يمكن ان تخرب تخريبا كثيرا لكنها لن تكون موضعا ومحلا للعباده الكثيره لكل الناس ربما ينتفع البعض منها من الذين لا يعبؤون ان يقيموا العباده في الخرائب او في غير الخرائب، لا يبحثون عن الاماكن العامره ببنائها من العباد من الزهاد من امثال هؤلاء فالهدم هنا يتناول هذه الصور الازاله الكامله التي لا تكون في هذه الأماكن عبادة ولا يكون ذكر لله لا كثيرا ولا قليلا أو أنها تخرب تخريبا واضحا فلا يذكر الله فيها كثيرا وإنما يذكر الله فيها قليلا لأن الذين ينتفعون منها هم بعض اناس كما قلت لكم اذا اخذنا كثيرا قيدا في فهم الايه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة اذا التهديم والهدم بحسب الاية بحسب التعبير القرآني اما ان يكون ازالة تامة واما ان يكون تخريبا واضحا خرابا كبيرا بحيث لا تبقى دور العباده هذه على فائدتها ومنفعتها ولا يذكر الله فيها كثيرا هذا ما يظهر لنا من معنى الهدم من الكتاب الكريم اذا ذهبنا الى نهج البلاغه واذكر لكم مما قاله امير المؤمنين في كلامه حيث استعمل ماده الهدم في الاتجاه المجازي في المعنى المجازي لكن الجذر سيبقى هو هو حينما نستعمل الكلمات استعمالا مجازيا في التعابير الادبيه البليغه فحينما نستعملها استعمالا مجازيا او ما يكون قريبا من الاستعمال المجازي فاننا نستعمل الجذره المعنويه للكلمه في استعمالها الحقيقي لن نخرجها من جذرها اللغوي الاصل الطبعه طبعه دار التعارف انني اقرا عليكم من نهج البلاغه الشريف صفحه مئه واربعه من الخطبه مئه وخمسه من خطب الامير اذهبوا الى موطن الحاجه منها الامير يقول صلوات الله عليه ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره الا بهدم اخر من اجله استعمال مجازي لان الاصل في الهدم هو الهدم المادي الحديث هنا عن هدم معنوي في اصل اللغه الهدم هدم مادي هدم لبناء مادي هدم ونقض للحجر للطابوق للصخور الهدم هنا هدم معنوي في الاستعمال المجازي الجذر يبقى هو هو لأننا إذا لم نحافظ على الجذر فقد جعلنا للكلمة معنى ثانيا والاستعمال المجازي ما هو بتأسيس معنى ثان للكلمة إنه استعمال في إتجاه أدبي معين نخرج الكلمه من اطارها المادي من الهدم المادي كي ندخلها في اطار جديد وهو الهدم المعنوي وان كان الهدم هنا ليس هدما معنويا صرفا الحديث عن هدم للاجساد وللاجال ف هدم الاجال هو هدم للاجساد ولزمان الارواح الذي تكون فيه مرتبطه بتلك الاجساد ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره كلما مر يوم من ايام حياتنا الا بهدم اخر من اجله فحينما يكون الانسان في بدايات الشباب يرى نفسه متمتعا بالشباب ويحب ان يتقدم في سن الشباب الى الامام ان يتكامل في سن شبابه فهو يتصور انه يعيش حالة فهو يتصور انه يعيش حالة إعمار حالة عمران لكنه في الحقيقة من جهة أخرى يعيش حالة هدم فكلما مر يوم من أيام أعمارنا كلما اقتربنا شيئا فشيئا من اجالنا ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره الا بهدم اخر من اجله فهذا الهدم هدم لبعض العمر لبعض الانسان فالهدم قد يكون هدما للكل وقد يكون هدما للبعض صحيح ان الاستعمال هنا استعمال مجازي او ما يقرب من الاستعمال المجازي لكن الاستعمال المجازي او ما هو قريب من الاستعمال المجازي يحافظ على الجذر المعنوي للكلمه فالهدم اذن قد يكون هدما للكل وقد يكون هدما للبعض في موطن اخر من نهج البلاغه الشريف صفحه مية واربعين من كتابه الثاني والستين الذي بعث به امير المؤمنين الى اهل مصر مع مالك الاشتر لما ولاه مصر. الامام يحدثهم عن موقفه عن موقفه من السقيفه وما جرى في السقيفه فيقول صلوات الله وسلامه عليه فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما فالإسلام بحسب التعبير الإسلام موجود ولكنه يرى فيه ثلما وهدما فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله ان ارى فيه ثلما او هدما لا اريد ان اقف طويلا عند هذه العباره فهي بحاجه الى شرح عن اي اسلام يتحدث امير المؤمنين هنا عن الاسلام الذي ارتدوا عنه ام عن اسلام الفئه التي هي الفئه الفاطميه الزهرائيه عن اي اسلام يتحدث هنا امير المؤمنين هذا المطلب بحاجه لكلام طويل عريض الحلقه ليست معده للدخول في هذه التفاصيل وانا هنا اريد ان اشير الى الجهه اللغويه فقط فخشيت ان لم انصر الاسلام واهله اهل الاسلام علي وال علي اهل الاسلام اولئك الذين بهم نرزق وبهم نمطر الذين صلوا على فاطمه هؤلاء هم اهل الاسلام فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما فالإسلام قائم ولكن يكون فيه ثلم، الثلم تخريب يكون أقل من الهدم أما الهدم تخريب كبير لكنه تخريب للجزء والا كيف بقي الاسلام فخشيت ان لم انصر الاسلام واهله هذا العنوان موجود لكنه سيتعرض لثلم او هدم فخشيت ان لم انصر الاسلام واهله ان ارى فيه ثلما او هدما الثلم تخريب والهدم تخريب لكن الثلم تخريب يكون اقل من الهدم فالهدم اذا تخريب ولكنه ليس للكل وانما للجزء مثل ما قلت لكم الاستعمال المجازي لن يخرج عن الجذر المعنوي للكلمه حينما تستعمل استعمالا حقيقيا الجذر المعنوي يبقى هو هو في الكلمه ان استعملت استعمالا حقيقيا وان استعملت استعمالا مجازيا وانما الاستعمال المجازي ناظر الى طريقه التعبير وليس الى تغيير الجذر المعنوي للكلمه فخشيت ان لم انصر الاسلام واهله ان ارى فيه ثلما او هدما فالهدم سيكون كليا وسيكون جزئيا وتلاحظون من ان سيد الاوصياء في الخطبه المتقدمه استعمل الهدم بالمعنى الجزئي وهنا في كتابه الى اهل مصر استعمل الهدم بالمعنى الجزئي هناك سيكون تخريب جزئي في موطن اخر هناك العديد من المواطن ساكتفي بهذه الامثله والشواهد التي اوردتها بين ايديكم صفحه ثلاثمئه وثلاثة وثمانين في كلماته القصار رقم الكلمة مئتين عشر ماذا يقول أمير المؤمنين الخلاف يهدم الرأي يهدم الرأي إلا يطبق على أرض الواقع لكن الرأي سيبقى موجودا فهذا هدم جزئي لأن الخلافة لا يزيل الراي وإنما يهدم الراي يهدم الراي لأنهم لن يعملوا به يهدم الراي لأنهم لن يعملوا به ربما جميعهم لا يعملون بذلك الراي الصحيح وربما أكثرهم لا يعملون بذلك الراي الصحيح وتبقى قله تعمل بذلك الراي الصحيح وهنا حدث هدم للراي لكن الراي بقي موجودا وربما عمل به العديد من اولئك الذين اختلفوا حوله واختلفوا فيه الخلاف يهدم الراي الهدم ليس للكل وإنما الهدم للبعض ولكن لجهة كبيرة حتى في الشعر العربي هناك بيت مشهور يضرب مضرب الأمثال ويستشهد به كثيرا بيت مشهور ل شاعر من العصر العباسي لبشار بن برت متى يبلغ البنيان يوماً تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم فالبنيان يتحدث الشاعر عن تمامه يعني أن البنيان لم ينقض بكله وإنما هناك هدم في بعضه متى يبلغ البنيان يوما تمامه الحديث عن تمام البنيان يعني أن البنيان ناقص موجود لكنه ناقص إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم يهدم هذا الذي تبنيه صار واضحا من القران ومن نهج البلاغه وهذا مثال من الشعر البرنامج ليس برنامجا للخوض في تفاصيل البلاغه واللغه لكنني اسهبت بعض الشيء لاننا نريد ان نشخص المعاني بشكل دقيق الامام هكذا قال اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره هذا لا يشعر بهدم كامل للحائط قلت لكم الهدم قد يكون نقضا للبناء بالتمام والكمال، إنها إزالة وقد يكون تخريبا وقد يكون تخريبا لكنه تخريب واضح تخريب كبير تخريب مهم أصحاب الخبرة في البناء يقولون عنه هذا التخريب تخريب كبير ما هو بتخريب جزئي يصطلح عليه الهدم فالهدم اما ان يكون ازاله ونقضا للبناء من اسسه فلا يبقى هناك بناء وإما أن يكون تخريبا كبيرا تخريبا واضحا هذا التخريب بالدرجة الأولى يحكم عليه الخبراء بالبناء من أن التخريب هذا تخريب كبير تخريب أساسي تخريب جذري تخريب خطير من خلال البيانات اللغويه والبلاغيه لمعنى الهدم فان هذا ينطبق عليه هذا العنوان ينطبق عليه عنوان الهدم وهذا التعبير اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود هناك جزء من الحائط هناك جانب من الحائط يتعرض للهدم اما ان ينقض نقضا كاملا هذا الجزء واما ان يتعرض لتخريب كبير واما ان يتعرض لتخريب كبير واضح معلوم اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره قرات عليكم من الجزء الثاني من الزام الناصب للمحدث الحائري صفحة 125 ما جاء مرويا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما سئل عن ظهور القائم فقال: إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وخرب خرب خرابا وخرب جامع الكوفه من العمران بسبب العمران مثل ما قلت لكم هذا العمران قد يكون في المسجد نفسه وقد يكون في المنطقه خارج المسجد في المنطقه المحيطه بالمسجد فالروايه هنا واضحه من ان الجامعه سيتعرض لخراب وخراب جامع الكوفه من العمران التخريب ينطبق على الهدم من المستوى الثاني بشكل واضح التخريب يمكن ان يقال للازاله الكامله يقال عنه تخريب لكن هذا ليس شائعا في الاستعمال العربي موجود لكنه ليس شائعا لانهم حين يقولون خرائب لا يقصدون ارضا خاليه من الاثار وانما يقصدون آثار البناء تكون موجودة لكنها تعرضت للتهديم والتخريب فآثار موجودة هذا هو الشائع في الاستعمال العربي للتخريب والخراب والخرائب إذا أزيلت البناية من الأرض بالكامل وبقيت ارضا مجرده من البناء لا يقال لهذه البنايه التي كانت هنا من انها خرائب من انها خربه فلا وجود لها حتى توصف بهذا الوصف قد يقال ارض خراب لماذا لانها ليست مزروعه ليست مسكونه من قبل الناس ليس فيها من بناء واضح كامل يكون الوصف للارض وليس للبنايه نحن هنا لا نتحدث عن ارض نتحدث عن بناء وخرب جامع الكوفه من العمران هذا الوصف للبناء والروايه الاصل تتحدث عن بناء قد هدم بناء مهدوم بناء مخرب هذا يعني ان الهدم ليس كليا وانما سيكون الهدم جزئيا هذه هي النتيجه الطبيعيه لكل تلك المقدمات قطعا اذا وجدتم في أن المقدمات التي ذكرتها من أنها صحيحة ودقيقة وأنا أقول لكم هي مقدمات صحيحة ودقيقة على الأقل من وجهة نظري خلاصة القول في الهدم الهدم مستويان هدم للكل وهدم للجزء هدم الجزء هو الذي يقال له التخريب وهذا هو الذي تتحدث عنه هذه الروايه وخرب جامع الكوفه من العمران وانعقدت الجيران فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا اهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. اعتقد ان معنى الهدم صار واضحا فهناك احتمالان هناك احتمال ان الهدم يكون كليا وهناك احتمال ان الهدم يكون جزئيا لكن السياق يساعد على الهدم الجزئي اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره من جهه من جهاته وحتى هذه الجهه شخصت مما يلي دار ابن مسعود الذي يبدو ان الهدم سيكون جزئيا هكذا يبدو نحن لا نعلم الغيب ولا نملك الحقيقه الكامله لكن القرائن تقول هكذا من ان الهدم سيكون هدما جزئيا نذهب الى فاصل عن زائده بن قدامه عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك فقلت وما استداره الفلك, الفلك فقال, فقال اختلاف, اختلاف الشيعه, الشيعة بينهم بينه وعن جابر, جابر الجعفي, الجعفي عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه, الله وسلامه عليه يخاطب جابرا, جابرا يا جابر, يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفه والحيره قتلاهم على سواء وينادي مناد من, مناد من السماء, السماء. وعن, وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله, الله وسلامه, وسلامه عليه يجيب على سؤال, على سؤال لجابر الجعفي متى, متى يكون, يكون هذا, هذا الأمر فقال, فقال أن يكون, يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيره والكوفه اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره صار واضحا عندنا ولو بشكل اجمالي معنى الهدم حائط مسجد الكوفة صار واضحا ايضا عندنا من خلال كل الحديث الذي تقدم في الحلقه الماضيه وفي هذا من خلال كل الحديث الذي تقدم في الحلقه الماضيه وفي هذه الحلقه إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره من مؤخره من مؤخر مسجد الكوفة وبينت لكم من أن الضمير يعود على الأقرب ومن أن الإعراب لهذه الكلمة مؤخره فاننا نعربها على انها بدل بعض من كل بدل جزء من كل لا اريد ان اعيد هذا الكلام الذي تقدم ذكره مره اخرى فاني ارى الوقت يجري سريعا حدثتكم عن هذا في الحلقه الماضيه اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره اين هو مؤخر المسجد من مؤخره مؤخر المسجد ياتي على معنيين مره نتحدث عن المسجد بما هو مسجد وفقا لبناء المساجد فان مقدم المسجد سيكون الجانب الذي يبنى باتجاه القبله الجانب الذي يقابل جانب القبلة سيكون مؤخر المسجد فان الناس حينما تصلي وتقول من اننا صلينا في مقدمه المسجد مقدمه المسجد يعني عند المحراب يا عندي مقدمه المسجد يعني عند المحراب عند المكان الذي يقف فيه امام الصلاه يعني عند الحائط عند الجدار الذي هو باتجاه القبله هذه مقدمه المسجد مؤخره المسجد صارت واضحه الذي يقول من انني صليت في اخر المسجد في اخر المسجد باتجاه القبله يعني عند الجدار الخلفي الذي يكون في مواجهه الجدار القبلي الذي هو باتجاه القبله اذا فهمنا مؤخر المسجد على هذا الاساس فان الجدار الحائطه الشماليه لمسجد الكوفه سيكون مؤخر المسجد فان الجدار فان الحائطه الشماليه لمسجد الكوفه سيكون هو مؤخر المسجد يعني الجهة التي فيها باب الثعبان وأيضا فيها باب الرحمة، باب الرحمة هذا باب جديد بني في الخمسينات من خمسينات القرن العشرين أما باب الثعبان فهو باب قديم هو باب الثعبان ويقال له في التاريخ وعند الناس يقال له باب الفيل ايضا. مثل ما قلت لكم اذا كنا نتحدث عن المسجد بما هو مسجد وبحسب هندسه المساجد وبحسب موضع المحراب وبحسب اتجاه القبله وبحسب ما يقوله الناس من انني صليت في مقدمه المسجد وصليت في مؤخره المسجد بالنسبه لمسجد الكوفه وفقا لهذه الرؤيه وفقا لهذه النظره فان مؤخر المسجد سيكون في الحائط الشمالي يعني في الجهة التي فيها باب الثعبان مؤخر المسجد هو هذا بلحاظ الحائط القبلي باتجاه القبلة هذا المعنى الأول لمؤخر المسجد ولكن هناك معنى ثاني خصوصا حينما يكون البناء مربعا بناء مسجد الكوفة الحالي بناء مربع الضلع القبلي طوله 110 متر الذي هو الضلع الجنوبي باتجاه القبلة الضلع الشمالي الذي يقابل الضلع الجنوبي طوله مية وتسعة متر الفارق متر واحد الضلع الغربي الضلع الغربي للمسجد مية وستة عشر متر والضلع الشرقي للمسجد أيضا جهة مسلم بن عقيل صلوات الله عليه وهاني ابن عروه رضوان الله تعالى عليه هذه الجهه طول الضلع هنا 116 متر فهو مربع في بناء مفتوح مربع يمكننا بحسب موقفنا اذا وقفنا مثلا عند الحائط الشرقي يمكننا ان نقول عن الحائط الغربي الذي يواجهنا تلك هي مؤخره المسجد واذا وقفنا عند الحائط الغربي يمكننا ان نؤشر على الحائط الشرقي ونقول تلك هي مؤخره المسجد والامر هو هو اذا وقفنا عند الحائط القبلي يمكننا ان نؤشر على الحائط الشمالي ونقول تلك هي مؤخره المسجد وبالعكس ايضا اذا وقفنا عند الحائط الشمالي يمكننا ان نشير الى الحائط الجنوبي الى الحائط القبلي ونقول من ان اخر المسجد هناك فهذه قضيه نسبيه ولذا فان الامام الصادق وضع لنا علامة ماذا قال؟ قال اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود. اذا فالامام لا يشير الى مؤخر المسجد بحسب بناء المسجد وفقا للقبله وما يقابل القبله. وانما يشير الى جهه من جهات المسجد فعلينا أن نشخص دار ابن مسعود، أين هي؟ أما هذا القول من أن مؤخر المسجد هو الحائط الشمالي، ومن أن دار ابن مسعود في تلك الجهة، لا دليل على أن دار ابن مسعود في تلك الجهة. القائل الذي قال بهذا القول من اين جاء به؟ مذكور هذا القول ويذكره البعض ما هو الدليل على ان دار ابن مسعود تقع في الجهه الشماليه من مسجد الكوفه؟ الدليل اخذوه من الروايه لا يملكون دليلا على ان دار ابن مسعود تقع شمال مسجد الكوفه الدليل اخذوه من الروايه بما ان مؤخر المسجد هو الحائط الشمالي هذا باي لحاظ؟ بلحاظ بناء المسجد وبلحاظ جهه القبله وبلحاظ محراب المسجد وبلحاظ صلاة الناس الذي يصلي في مقدمة المسجد الذي يكون قريبا من الحائط القبلي والذي يصلي في مؤخرة المسجد يكون قريبا من الحائط الذي يواجه الحائط القبلي يعني الحائط الشمالي بالنسبة لمسجد الكوفة فهم شخصوا مؤخر المسجد على هذا الاساس وبعد ذلك شخصوا دار ابن مسعود بينما الامام جعل دار ابن مسعود علامه لتشخيص مؤخر المسجد اقراوا الروايه بدقه لا حاجه لدار ابن مسعود اذا كنا نعرف ان الجهه الشماليه لمسجد الكوفه هي مؤخر المسجد فلا حاجه لذكر دار ابن مسعود انما ذكرت دار ابن مسعود لاجل ان نشخص الجهه التي سيحصل فيها الخراب اقراوا الروايه بدقه اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود الامام لا يريد ان يشخص لنا دار ابن مسعود لا علاقه لها بالموضوع اذا كان لها من علاقه فهي علامه لتمييز الجهه التي سيقع فيها التخريب والا ان نشخص دار ابن مسعود وفقا للروايه على اساس ان مؤخر المسجد هو الحائط الشمالي هذا الكلام لا ينسجم مع سياق وبلاغه الروايه اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره فالإمام يتحدث عن مؤخر مسجد الكوفة بالمعنى الثاني بالمعنى النسبي حينما أقف عند الحائط الشرقي للمسجد وأشير إلى الحائط الغربي أقول: إن مؤخرة المسجد هناك أو حينما أقف عند الحائط الغربي واشير الى الحائط الشرقي من ان مؤخر المسجد هناك والامر هو هو مع الحائط الجنوبي والشمالي الجهات نسبيه حينما نقول شرق وغرب شمال وجنوب هذه كلها نسبيه والكلام يجري هنا بنفس هذا المجرى من هنا جعل الإمام الصادق دار ابن مسعود علامة للجهة التي سيكون فيها الخراب إذا علينا أن نشخص دار ابن مسعود أما هذا التشخيص هذا التشخيص ليس صحيحا هذا تشخيص سقيم تشخيص دار ابن مسعود وفقا للرواية من ان مؤخر المسجد هو الحائط الشمالي هذا تشخيص من خاطئ لان الامام اساسا جاء بدار ابن مسعود علامه لتشخيص مؤخر المسجد نذهب الى فاصل عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربعة وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره عن عمر بن يزيد قال قال لي ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه انك لو رايت السفياني رايت اخبث الناس اشقر احمر ازرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه إذا علينا أن نشخص دار ابن مسعود ابن مسعود هو الصحابي المعروف عبد الله ابن مسعود والذي نصبه عمر بن الخطاب ايام خلافته نصبه قاضيا في الكوفه وصاحب بيت المال فكان قاضيا في الكوفه وكان مشرفا على بيت المال وبقي ابن مسعود ايام عمر في الكوفه قاضيا ومشرفا على بيت المال الى ايام خلافه عثمان بقي ردحا من الزمن في بدايه خلافه عثمان بن عفان وبعد ذلك رجع الى المدينه حكايه لها تفصيل لسنا بصدد الحديث عن تاريخ تلك الايام فقد بقي لمده ليست قصيره عبد الله بن مسعود في الكوفه وبنى له دارا فيها فكانت داره معروفة فهو القاضي وهو صاحب بيت المال هو وزير المالية وهو القاضي في الوقت نفسه فبيته معروف عند اهل الكوفة وبيته معروف في زمان امامنا الصادق وهو يتحدث عن هذه العلامه لكن في زماننا نحن لا نعرف اين يقع بيت عبد الله بن مسعود الكلام الذي ذكرته لكم قبل قليل من ان هناك من يقول من ان بيت ابن مسعود يقع في الجهه الشماليه من مسجد الكوفه هذا الكلام اخذ من الروايه التي نحتاج في فهمها الى تشخيص دار عبد الله بن مسعود حتى نفهمها فالذين ذهبوا بهذا الاتجاه فهموا الروايه بالمقلوب جعلوا الروايه وما فيها من ذكر لمؤخر المسجد علامه على تشخيص مكان بيت عبد الله ابن مسعود بينما في زمن الامام بيت عبد الله بن مسعود كان مشخصا عند اهل الكوفه فعبد الله ابن مسعود في زمن عمر وفي زمن عثمان كان القاضي الأول في الكوفة وكان صاحب بيت المال فضلا عن أنه صحابي معروف وشخصية إسلامية معروفة في ذلك الوقت فلذا كان بيته مشخصا حتى بعد أن خرج من الكوفة ومات عبد الله بن مسعود بقي بيته علامه شاخصه واضحه معروفه حتى وان سكن في البيت غيره من الساكنين في زماننا اذا اردنا ان نستدل على بيت عبد الله بن مسعود كيف نستدل عليه اما ان نستدل عليه باثار بقيت من بيته ولا توجد أثار من بيت عبد الله بن مسعود وإما أن نمتلك خرائط قد تكون قديمة قد تكون حديثة لكنها رسمت وأسست بشكل صحيح وشخص فيها بيت عبد الله بن مسعود شخص مكانه وفقا لمعطيات صحيحة وفي الحقيقة نحن لا نملك خرائط لا نملك خرائط قديمة ولا نملك خرائط حديثة تشخص مكان بيت ابن مسعود على الأقل بحسب اطلاعي فلا توجد لدينا آثار لبيته لا توجد اثار شاخصه واضحه يقال عنها هذه اثار دار عبد الله ابن مسعود ولا نملك خرائط لا قديمه ولا حديثه يشخص فيها مكان دار عبد الله ابن مسعود وكذلك لا يوجد في كتب التاريخ معطيات وكذلك لا توجد في كتب التاريخ معطيات تشخص لنا موضع دار ابن مسعود هذا ما اعرفه من خلال اطلاعي على كتب التاريخ التي أرخت للكوفه وأرخت لتلك الايام فإنني ما وجدت في كتب التاريخ وصفا او تشخيصا لموضع ومحل دار ابن مسعود الاحتمال الرابع ان الامر يتناقله اهل الكوفه على السنتهم عبر الاجيال لا توجد اثار لا توجد خرائط لا قديمه ولا حديثه ولا يوجد وصف او تشخيص في كتب المؤرخين يبقى الاحتمال الرابع الاحتمال الرابع النقل الشفاهي عبر الألسنة وهذا ليس موجودا أيضا كل هذه الوسائل كل هذه الأسباب ليست متوفرة بأيدينا لكنني يمكنني من خلال بعض القرائن ان اشخص مكان دار عبد الله بن مسعود من خلال التنقيب في مجمل القرائن التي ذكرت ما بين رواياتنا واحاديثنا وما جاء مذكورا في كتب المؤرخين يمكنني ان اشخص دار عبد الله بن مسعود واين تقع في الكوفه واين تقع بملاحظه مسجد الكوفه مسجد الكوفه لما بني ومصرت مدينة الكوفة أول حاكم فيها نصب من قبل الخليفة عمر أول حاكم هو سعد بن أبي وقاص هذا هو اول حاكم في الكوفه سعد بن ابي وقاص المسجد في حائطه القبلي فتحت باب كبيره الباب الرئيس لمسجد الكوفه انذاك كان في الحائط القبلي يتحدثون عن باب اخر عند المحراب انا لا اريد ان اتحدث عن عماره مسجد الكوفه الان اريد ان اشخص موضع دار عبد الله بن مسعود الباب الرئيس كان في الحائط القبلي بالضبط في مواجهه باب الثعبان باب الثعبان في الحائط الشمالي الذي هو يواجه الحائط الجنوبي الذي هو الحائط القبلي كان هناك باب وهذا الباب هو الباب الذي كان يدخل منه امير المؤمنين حينما ياتي من داره فدار امير المؤمنين كانت قريبه من هذا الباب واثارها موجوده الى يومنا اثار الدار الدار موجوده دار الامير معروفه في الكوفه فهي قريبه من الحائط القبلي لمسجد الكوفه البوابه الرئيسه كانت هنا في الحائط القبلي وصنعوا لها مقدمة ظللوها لأن الناس كانت تأتي لأجل حاجتها مع الحاكم فالحاكم الذي هو سعد بن ابي وقاص بنى له دارا مجاوره لمسجد الكوفه والتي سميت بقصر الاماره في ايام سعد كانت تسمى بقصر سعد ولم يكن بناء كبيرا كان البناء يتالف من ثلاثه غرف مع باحه الى بقيه التفاصيل فالحاكم كان مستقرا في قصر قريب من الحائط الجنوبي من الحائط القبلي والبوابه الرئيسه التي كان يدخل منها الناس في الحائط القبلي وكانت ايضا قريبه من قصر سعد هذه منطقة متقاربة قصر الإمارة الذي آثاره موجودة اليوم بناه بهذه السعة زياد بن أبي في زمان سعد كان القصر صغيرا وحينما جاء أمير المؤمنين إلى الكوفة كان القصر صغيراً وقالوا له ننزلك يا امير المؤمنين في هذا القصر فرفض الامير قال هذا قصر الخبال تسميته بقصر الخبال هذه تسميه من امير المؤمنين فقال اني لا اسكن في هذا القصر هذا القصر قصر الخبال قد تسالون عن معنى الخبال الخبال في اللغة الفساد والخبال في الثقافة الدينية نوع شراب جهنمي يشربه اهل جهنم وخصوصا الذين يعاقبون على شربهم المسكر في الروايات عندنا من شرب مسكرا كان حقا على الله ان يسقيه من طينه خبال الحديث عن امامنا الصادق ولما سئل الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الخبال هذا فقال هو صديد فروج البغايا فالخبال شراب جهنمي. والخبال في اللغة هو الفساد. والأمير يشير إلى المعنيين حين قال هذا القصر قصر الخبال فهو قصر الفساد وهو قصر البغايا وهو قصر الخمور وقصر كل موبقة من موبقات أعداء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذن هذة الجهة الجهة التي تقع بعد الحائط القبلي قصر الأمير وفي أيام سعد كان بيت المال بجانب قصره الى ان سرقه اللصوص نقبوه وثقبوه ودخلوا اليه وسرقوا بيت المال وتفصيل في التاريخ مذكور انا لا اريد ان احدثكم عن كل صغيره وكبيره فقصر الامير هنا وبيت المال هنا وجهاء القوم من الصحابه اين قطنوا؟ قطنوا في هذا المكان ايضا بنوا بيوتا في هذه الجهه في الجهه التي بنى فيها سعد قصره كبار الصحابه من الذين قطنوا الكوفه سكنوا في هذه المنطقه في جنوب المسجد ما بعد الحائط القبلي حتى دار الرزق التي انشئت بعد ذلك في زمن متاخر عن الزمن الذي اتحدث عنه دار الرزق التي كانت تشتمل على مخازن مؤونه الجيش ومخازن مؤونه اهل الكوفه التي تمتلكها الدوله الحكومه ميره البلاد والعباد في دار الرزق وبيت المال انها المؤسسه الاقتصاديه انذاك بنيت في هذه المنطقه ايضا القريشيون الذين كانت لهم منزله بين الناس بنوا بيوتهم في هذه المنطقه البيت الذي يعرف الان ببيت امير المؤمنين والذي نزل فيه الامير ايام خلافته حينما كان في الكوفه هذا البيت في الاصل ما هو لامير المؤمنين هذا البيت كان موجودا وكان مبنيا هذا البيت لجعده ابن هبيره المخزومي هذا البيت لجعدة ابن هبيرة المخزومي من جعدة هذا جعدة هذا أمه أم هانئ أخت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فالأمير نزل في بيت ابن أخته وجعدة كان من الدائره المقربه من امير المؤمنين فهذا البيت هو بيت جعده ابن هبيره المخزومي وهو مخزومي مخزومي قريشي اول قصر للمخزوميين بني في هذا المكان بحسب المؤرخين بناه عمرو بن حريث وهو شخصية معروفة في الكوفة معدود في اعداء امير المؤمنين كان قريبا من بيت جعده الذي سكن فيه امير المؤمنين لان المخزوميين بنوا بيوتهم هنا بعدما اذن لهم عمر في البداية عمر لم ياذن للناس ان يبنوا بيوتا لأنه في البداية عمر لم يأذن للناس أن يبنوا بيوتا كبيرة لأنه أراد الكوفة معسكرا فقط ولكن بعد ذلك أذن للناس أن يبنوا أول قصر من بعد قصر الإمارة بني في هذا المكان هو قصر عمرو ابن حري بني بالمطبوخ بالطابوق وإلا فإن الناس بأمر عمر بنوا بيوتهم بالقصب والبواري والحصران هذا موضوع فيه تفصيل تاريخي لست بصدد ذكره خلاصة القول هذه المنطقة التي تقع ما بعد الحائط القبلي، الحائط الجنوبي لمسجد الكوفه، هذه منطقه الاعيان، منطقه الحكومه فقصر الاماره هنا وبيت المال هنا ودار الرزق بعد ذلك بنيت هنا الصحابه والشخصيات القريشيه بنت قصورها امثال عمرو بن حريث جعد ابن هبيره المخزومي ابن اخت امير المؤمنين بيته بناه هنا الذي قطن فيه سيد الاوصياء لما جاء الى الكوفه هذه منطقه المهاجرين منطقه الصحابه منطقه الاعيان عبد الله بن مسعود قطعا سيكون بيته وداره هنا فهو القاضي وهو صاحب بيت المال ودائره عمله بيت المال هي هنا في هذا الموطن قطعا سيكون بيته ستكون داره في هذه الجهه في الجهه الجنوبيه من المسجد وليست في الجهة الشمالية، نحن عندنا نص مهم جدا في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد الطبعة التي أشرت إليها في الحلقة الماضية صفحة 247 أمير المؤمنين يتحدث مع ميثم مع ميثم التمار أمير المؤمنين يتحدث مع ميثم مع ميثم التمار فقال له ذات يوم سيد الأوصياء يقول لميثم انك تؤخذ بعدي فتصلب وتطعن بحربه فاذا كان اليوم الثالث ابتدر من خراك فاذا كان اليوم الثالث ابتدر من خراك وفمك دما فيخضب لحيتك فانتظر ذلك الخضاب وتصلب على باب دار عمرو بن حريث عمرو بن حريث هذا الذي اشرت اليه قبل قليل من انه بنى دارا وقصرا في هذه المنطقه وبقي ساكنا فيها لم ينتقل من هذه المنطقه وتصلب على باب دار عمرو بن حريث عاشر عشرة أنت أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة المطهرة هو مكان لتغسيل الموتى فهذه أيضا جزء من المؤسسات المنشات التي يحتاجها الناس فهي في المكان الذي فيه قصر الاماره وبيت المال ودور الصحابه ودور المسؤولين هذه المنطقه الرئاسيه جزء من منشاتها هذه المطهره مكان لتغسيل الموتى وهذا المكان يحتاجه المسلمون ويحتاجه الناس دائما وتصلب على باب دار عمرو بن حريث عاشر عشره انت اقصرهم خشبه واقربهم من المطهره وامضي حتى اريك النخله التي تصلب على جذعها فأراه اياها أمير المؤمنين يقول له وتصلب على باب دار عمرو بن حُريث عاشرة عشرة فميثم يصلب قريبا من دار عمرو بن حُريث المعروف عندنا بحسب المعطيات المتوفره في كتب التاريخ في رواياتنا في اخبارنا ما عندنا من معطيات وان كانت قليله ميثم التمار دفن في الموضع الذي صلب فيه ميثم دفن في الموضع الذي صلب فيه بقرينه المطهره كانت هناك قبور في هذه المنطقه فالناس تغسل موتاها في المطهره وتدفن هنا ميثم بحسب ما عندنا من معطيات متوفره من انهم دفنوه في المكان الذي فيه صلبوا ما هذا جرى على مسلم أيضا حينما ألقيت جثته من قصر الإمارة وسحلت وأعيدت إلى نفس المكان الذي رميت إليه من قصر الإمارة دفنوه في نفس المكان وحتى بالنسبة لهان بن عروة دفن في نفس المكان وهناك جماعه من اصحاب مسلم صلبوا قريبا من هذا المكان وهم ايضا دفنوا في نفس المكان الذي صلبوا فيه على اي حال هذه المطالب خارجة عن بحثنا الان بحاجة الى تنقير وتدقيق فيها لكن الكلام بخصوص ميثا التمار امير المؤمنين هكذا قال له وتصلب على باب دار عمرو بن حريث ومثل ما قلت لكم دار عمرو بن حريث في هذه المنطقه المخزوميون بنوا بيوتهم في هذه المنطقه ومرقد ميثم الآن هو قريب من دار أمير المؤمنين التي هي دار جعد ابن هبيرة المخزومي في محلة المخزوميين في هذه المنطقة التي بنى فيها العديد من المخزوميين وتصلب على باب دار عمرو بن حريث عاشر عشرة أنت أقصرهم خشبة واقربهم من المطهره وامضي حتى اريك النخلة التي تصلب على جذعها فاراه اياها فكان ميثم ياتيها ياتي هذه النخلة فيصلي عندها ويقول بوركتي من نخلة لك خلقت ولي عديتي ولم يزل يتعاهدها حتى قطعت وحتى عرف الموضع الذي يصلب عليها بالكوفه قال وكان يلقى عمرو بن حريث فيقول له اني مجاورك فاحسن جواري اني مجاورك فاحسن جواري عمرو بن حريث فهم ذلك بعد ان راه قد صلب ففهم ان ميثم يقصد المجاوره في وقت صلبه ولكنه دفن هناك ميثم كان يقصد المجاورة من انه سيدفن هناك لان المجاورة تكون طويلة وعند الصلب مدة الصلب تكون قصيرة لكنه دفن هناك دفن لكنه دفن هناك دفن في المكان الذي صلب فيه بجوار دار عمرو بن حُريث كل هذا إلى أين يقودنا؟ وكان يلقى عمرو بن حُريث فيقول له إني مجاورك فأحسن جواري فعمرو بن حُريث ما كان يفهم قصد ميثم عملية الصلب لم تحدث لحد الان وعمليه الدفن لم تحدث لحد الان ما الذي يقصده ميثم التمار حينما يلقى عمرو بن حريث فيقول له اني مجاورك فاحسن جواري الذي يتوقعه ماذا من ان ميثم التمار سيسكن مجاورا له كيف سيسكن مجاورا له حتما سيشتري دارا سيؤجر دارا بالقرب من دار عمرو بن حريث فماذا يقول له فيقول له عمرو اتريد ان تشتري دار ابن مسعود او دار ابن حكيم هذا يعني ان دار ابن مسعود تجاور دار عمرو بن حريث وميثم صلب عند دار عمرو بن حريث ودفن في الموضع نفسه هذا يعني ان دار ابن مسعود في هذه الجهه في الجهة الجنوبية من المسجد أعتقد أن الفكرة صارت واضحة وصارت واضحه جدا وهنا شخصنا دار ابن مسعود لاننا اذا شخصنا دار ابن مسعود سنشخص مؤخر المسجد الذي سيصاب بالهدم اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود يعني من جهه دار ابن مسعود فدار ابن مسعود ليست ملاصقه للمسجد قصر الاماره في بدايه امره لم يكن ملاصقا للمسجد الذي جعل قصر الاماره ملاصقا للمسجد هو زياد بن ابيه فالبيوت كانت بعيده عن المسجد ليست ملاصقه للمسجد فالامام حين يقول مما يلي دار ابن مسعود يعني من جهه دار ابن مسعود لانها كانت معروفه اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان نذهب الى فاصل عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال ان الله كان اذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الانوار الذي نورت منه الانوار واجرى فيه من نوره الذي نورت منه, منه الانوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فلم يزال نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات, صلوات الله, الله عليه علم. اذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخرة مما يلي دار ابن مسعود اذا عرفنا الان ان دار ابن مسعود كانت مجاورة لدار عمرو بن حريث ودار عمرو بن حريث هي في هذه المنطقه الا ان الاميره اخبر ميثم التمار من انه سيصلب عند دار عمرو بن حريث وبحسب المعطيات صلب هناك ودفن هناك وكلمه ميثم التي كان يقولها لعمر بن حريث من أنني سأجاورك فأحسن جواري المجاورة لن تكون لمدة قصيرة كمدة الصلب المجاورة تكون لمدة طويلة لأنه سيدفن في هذا المكان إذا الجهة التي فيها دار عبد الله بن مسعود هي جهة مزار ميثم في زماننا هذه الجهة ستكون إذا ما رسمنا خطا منها إلى مسجد الكوفة ستكون في الاتجاه الجنوبي الغربي لمسجد الكوفه فمؤخر المسجد بالنسبه لهذه الجهه اما هو الحائط الجنوبي واما هو الحائط الغربي مؤخر المسجد سيكون حينئذ اما هو الحائط الجنوبي الحائط القبلي واما ان يكون الحائط الغربي الحائط الغربي الذي فيه باب الان من ابواب المسجد وهو باب حديث معروف بباب الحجه هذا الباب انشئ في التسعينات في العصور السابقه كان في هذا الجدار باب يعرف بباب كنده قديما ولكنه بعد ذلك الغي باب كنده انا اتذكر حينما كنت صغيرا في الستينات واذهب مع والدي لزياره الكوفه كان ياخذني معه ما كنت اذكر بابا في هذه الجهه وحينما اصبحت فتيا في السبعينات ايضا حينما كنت اذهب لوحدي لزياره مسجد الكوفه ما كنت اذكر بابا هناك وبعد ذلك خرجت من العراق فهذا الباب انشئ في التسعينات باب الحجه باب كنده كان قديما موجودا في هذا الحائط وآثاره موجودة في البناء وإنما قيل له باب كندة لأن قبيلة كندة بنت بيوتها في الجهة المقابلة لهذا الباب، هذا الباب يؤدي إلى بيوت قبيلة كندة وهي قبيلة كبيرة كانت في الكوفة فسمي الباب باسمها في قديم الزمان. اذا بحسب هذه المقدمات وبحسب هذه التفاصيل مؤخر المسجد اما هو الحائط الجنوبي واما هو الحائط الغربي لان دار ابن مسعود تقع في هذه الزاويه في الزاويه الجنوبيه الغربيه ساعرض لكم بعض الفيديوهات التي توضح لكم الفكره التي اتحدث عنها قطعا انا لا اقطع بهذا امامكم ربما بيني وبين نفسي اقطع بهذا انما هي القرائن الداله على ذلك اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود اذن هناك هدم هدم جزئي ليس هدما كليا ربما يكون هدما كليا ما يدريني لكنني من خلال التدقيق في الروايه وفي المطالب التي تحفها وصلت الى هذه النتيجه المحتمله هناك هدم جزئي هناك خراب مثلما قرات عليكم الروايه عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من ان خرابا سيصيب جامع الكوفه من العمران بسبب العمران فهناك هدم جزئي في حائط مسجد الكوفه من مؤخره اما من الحائط الجنوبي واما من الحائط الغربي قطعا الروايه لا تقصد الحائط الشمالي ولا تقصد الحائط الشرقي الحائط الشمالي الذي فيه باب الثعبان ويخرج على مزار السيده خديجه بنت امير المؤمنين والباب الشرقي من جهه مسلم بن عقيل صلوات الله عليه ومن جهه هاني بن عروه رضوان الله تعالى عليه مؤخر المسجد إذن في الحائط الجنوبي وفي الحائط الغربي إذا ما جرى هذا ماذا تقول الرواية الشريفة فعند ذلك عند ذلك زوال ملك بني فلان زوال ملك بني العباس الحديث عن بني العباس في حكمهم الثاني والذي سيكون قريبا من زمان ظهور الحجة ابن الحسن هذه علامة علامة شيعية كوفية عراقية علامة خاصة بنا العراق عراقنا والكوفة كوفتنا والمسجد مسجدنا ونحن نعرفه وهذه العلامه علامتنا هذه علامه للشيعه المهدويين وهي علامه واضحه صحيح ان الشيعه اهملوها لم يعباوا بها لكنها علامه واضحه تكرر ذكرها في الروايات والاحاديث اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان يمكن لقائل ان يقول مسجد الكوفه تعرض في التاريخ لمرات عديده من الهدم فكيف نشخص هذه العلامه اولا نحن لا نشخص العلامه هذه لوحدها تاتي في سياق علامات وتاتي في سياق زمان فيه الكثير من الإرهاصات وفيه الكثير من الإشارات والدلائل ومع ذلك فإنني ما أكملت قراءة الرواية أما إن هادمه لا يبني أما إن هادمه لا يبني يعني أن الهدم هذا سيبقى حتى يزول ملك العباسي الرواية واضحة جدا أما إن هادمه لا يبني هادم المسجد لا يبنيه لماذا نحن لا ندري ربما يهدمه ويموت بعد هدمه لا أن موته بسبب الهدم جاءه أجله فربما هدم الحائط وبعد ذلك مات فهو لا يبني هذا الهدم لا يبني هذا الحائط ربما يبنى ربما يبنيه غيره هذا الاحتمال قائم لكن الذي يظهر من السياق كله باعتبار ان هدم الحائط علامه ومن جمله ملابسات هذه العلامه فان هادمه لا يبني وانما سيبقى الهدم موجودا شاخصا للاعيان وانما سيبقى الهدم موجودا شاخصا للابصار شاخصا للعيون فاما انه يموت مباشره بعد الهدم واما ان يكون مسؤولا حين هدمه وبعد ذلك تجرد منه المسؤوليه لا لانه هدم الحائط جردت منه المسؤوليه لاي سبب من الاسباب فهو لا يبني لان المسؤوليه قد سلبت منه فلا يبقى مسؤولا عن المسجد أو عن مدينة الكوفة مثلا. وإما أن الظروف السياسية الاقتصادية الاجتماعية تحول فيما بينه وبين أن يقوم بالتعمير، أن يقوم بالبناء. وإما 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 نحن لا نعرف السبب. الاسباب التي نستطيع افتراضها كثيره وكثيره جدا واكتفي بهذه الامثله التي اشرت اليها اما ان هادمه لا يبني خلاصه القول من كل ذلك هذه علامه علامه شيعيه كوفيه قولوا ما تشاءون هناك هدم قد يكون كليا لا ادري لكن القرائن تشير الى ان الهدم جزئي هناك هدم جزئي لحائط مسجد الكوفه من مؤخره وبحسب القرائن شخصت لكم مؤخر المسجد إما في حائطه الجنوبي وإما في حائطه الغربي. استنادا إلى تشخيص موضع ومكان ومحل دار عبد الله بن مسعود. وذكرت الجهة الإجمالية لموضع دار عبد الله بن مسعود الاتجاه الجنوبي الغربي للمسجد. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان أما إن هادمه لا يبني نذهب إلى فاصل عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وان يصبروا ويصابروا ويرابطوا وان يتقوا الله ووعدهم ان يسلم لهم الارض المباركه والحرم الامن وان ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والارض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيه فيها قال لا خصومه فيها لعدوهم وان يكون لهم فيها ما يحبون واخذ رسول الله صلى الله عليه واله على جميع الائمه وشيعتهم الميثاق بذلك وانما السلام عليه تذكره نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله ان يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه وقت الحلقه انتهى لكن الحديث في هذه العلامة المهمة لم ينتهي. هناك الكثير من الكلام بقي عندنا. نلتقي غدا كي نكمل كلامنا في هذه العلامة المهمة جدا. اسالكم الدعاء جميعا في امان الله.